مشاهدين ومتتبعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا. دائما في إطار تتبعنا للحالات الإنسانية والاجتماعية، اليوم كنتواجدوا بمنزل السيدة أم مهدي اللي كيعاني من الإعاقة من نهار تزاد. مهدي عنده 29 سنة. كيف ما كتشوفوا أم مهدي، اش غنقول لكم، ساكنة في واحد البيت شنو 2 متر على متر ونص، ما عرفتش الا تسرحتي واش غيقدروا الدور لهاد الجي ولهاد الجي هي وياه، واش هاد البيت كطيب فيه كتاكل فيه كتنعس فيه. وفي صراحه الحاله لا حول الله، هي طلبت منا نجيو نصوروا معاها فيديو لعلها انها تلقى قلوب رحيمه، خصوصا حنايا كنتواجدوا في هاد الشهر المبارك ديال شعبان، في هاد العواشر الناس اللي يقدروا يتعاونوا معها، وبأن ولدها محتاج عملية وعملية مستعجلة لأن من غير الإعاقة اللي كيعاني منها عنده مرض. السلام عليكم أمامتي. عليكم السلام بنتي. قولي لي، كتعيشي في هذا البيت انتي وولدك ياك؟ كنعيش أنا وولدي في هذا البيت. هذا البيت كارياء؟ كارياء، وما عديش بنتي، ما عديش باش نركب طفطاكسي ندي الميريز، وما عنديش. عاودي لينا على مهدي، واش تزاد بحال هكذا؟ كيفاش تعرفتيه بانه مريض عنده اعاقه؟ عنده اعاقه تزاد بحال ما هكا، تشد الدراري دولو تيمشي وهو ما تيمشيش، بقيت معانيه معاه، زيد في 93، هادشي اللي قسم الله. هو هذا دوزتي ليه؟ ديتي عند الطبيب؟ ندي عند الطبيب تندي. اش قالك الطبيب في هذيك الساعه ملي يلا دوزتي ليه ملي كان باقي صغير؟ الطبيب قال لي عنده العمود الفقري مفوت ليه ديال ظهره. دابا شنو الإعاقة اللي كيعاني منها مهدي؟ شفنا أنه كيقدر يفهمنا ولكن ما تيدويش، ما تيفهم كل شيء، ما تنوكلو أنا، تنشربو أنا، تنبدل ليه أنا كل شيء. هانتي شوفي الحالة ديالو دابا، مهدي ما كيقدرش يتمشى، ما كيقدرش يحرك الأطراف ديالو، يعني عنده إعاقة، عنده شلل نقولو كامل، ولكن كيقدر يفهم. تنفهمو لا بغى شي حاجة ولا، ولكن ما كيقدرش يهضر. انتي اللي كتفهمي؟ أنا اللي تنفهمو. عاودي لينا كيفاش كتعاني معاك، كيفاش شكون اللي يعني انتي اللي كتوكليه؟ انتي أنا اللي تنوكلو، أنا اللي تنغسل ليه، أنا اللي كل شيء، أنا مو أنا ولدي هويا. كديري ليه الكوش؟ كندير ليه الكوش. كتقدري تشري لي كوشه مهمتي؟ عندك فلوس؟ ما عنديش ابنيتي، ما عنديش. خدامه انت؟ شنو كت والو بنتي، مخدمه حتى بشي حاجه مقابله هو، حيت ما يمكنش تخدمي الا خرجتي لما تخليه. ما كاين عد من غنخليه حتى هادشي واحد. كيف باش كتصرفي، باش كتعيشي، كيفاش كدوزي النهار ديالك؟ ندوز النهار ديالي مع الحباب، لو كان عطاني شي واحد ناخذ شي حاجه نشريها ما ناكل انا وياه، هادشي اللي قسم الله. وفين هو الاب ديالو؟ ما الاب ديالو سامح فيا ديما، ما كاينش. مطلقين؟ مطلقه ما والو، هو زيد. ما فهمتش كيفاش زيد، زعما كيجي مره ويمشي مره ولا شنو؟ ملي تنسول عليه تيقول لي راه مشدود، راه في الحبس، راه هادي. صافي هادشي اللي كاين. يعني هو دابا يعني دائما كيكون مشدود. اغلبيه كيدير شي حاجه، كشي جريمه كيمشي للحبس. ملي كان مهدي صغير هو كايا، وعندي ربعات الوليدات مقاسيه معاهم غير انايا. عندك ربعات الوليدات من غير مهدي؟ من غير المهدي. فين هما؟
واحد دريري تيبيع الميكا كلها فين فين صاد خلام ولا واحد بارك مع واحد الناس. كيفاش بارك مع واحد الناس؟ واش مربينه خدام عليه معاهم تيبيعوا الخضره برك معاهم خرج من المدرسه ومشى برك معاهم. الاخرين الاخرين كلها فين زيد يعني فين كيباتوا فين كيناسوا واش كيجيو يباتوا معاك هنا؟ تيباتوا عند الناس دري واحد اللي تيبات معايا هنا. يعني دابا نتوما ثلاثه الناس ساكنين هنايا صغير شحال عنده؟ زيد في 2002 يعني عنده 22 20 سنه عفوا 20 سنه باقي صغير كيقرا باقي تيقرا. فاش كيقرا؟ تيقرا في الباك هاد العام. الباك هاد العام الله ينجحو. كيفاش كديروا امي مشي كتنعسوا بثلاثه بكم في هاد شحال كاين من هنا لهنا شحال تقريبا؟ جوج مترو ما لحقاش ما لحقاش جوج مترو كايناش جوج مترو مترو 80 تقريبا. اه ما لحقاش. كيفاش كتنعسوا قولي لي كيفاش كتنعسوا فين فين كتنعسوا؟ تنعس مكمشه ها هي بلاصتي هذه بلاصه المهدي انا تنعس حدا المهدي هنا تيجي خوتي ينعس حدا رجليا تينعس حدا رجليا لهي وراه البيت عندك مربع راه عندك راه غير متر ونص ولا متر 80 في جوج مترو تينعس ليه في العتبه تيدير رويسو ليه ويدير رجيلاتو من هنا ويتكمش ينعس حدا ولا قوه الا بالله. انا والدريري تنعسوا من هنا والدريري الاخر ينعس عند رجلينا والاخرين ما قدرتيش تشديهم كل واحد كل فين زاد بقيت بوحدي دابا تنقاصي خدامين عند الناس وكيباتوا عندهم خدموا عليهم مباركين معاهم. غطي غطي مهدي على البرد يكون جا البرد. مهدي لاباس لاباس عليك عرفتينا حنا شكون كيضحك سبحان الله تبارك الله ما شاء الله كتفهميه انت حتى شي حاجه ملي كيبغي مثلا كيبغي ياكل واش كيفاش كيقول لك يقول لي عطيني ناكل بغيت ناكل كيقدر يحرك يدو حرك الويده وحده ولكن يدو ويداتو ما يهزهمش الفم. تقدر تحرك يدك مهدي قال لك لا مسكين الله يشافيك. شنو دابا مهدي شنو كيضرو شنو العمليه اللي محتاجها مستعجله ديال النبوله ديال النبوله تحصر مسكين من البول وكل شيء تتنفخ ليه ملي كيتحصر خصك ضروري تديه يدير التيويو يدير التيويو تنجيبو ثاني تنجيبو بديك الميكا 15 يوم عاد نحيدها ليه. وانت منين جاوك منين جا عنديش تنطلب من خوتي المحسنين يتعاونوا معايا وهاد الشهر الغفران ولكن راه المحسنين اليوم غيتعاونوا معاك وغدا وبعثوا ما عندك حتى شي مدخول لا والو وليداتك اللي خدامين ما كيتعاونوش معاك لا والو ما عنديش لا بشحال كاري هذا البيت 10 10000 يجيني الموضوع 3000 علاش عندك بوله وحده ما عندكش حتى التلفازه ما كايناش اللي خلصوا الجيران تخلصيه معاهم ولكن انت عندك بوله وحده عندي بيله وحده لا ثلاجه لا والو ما عندك لا ثلاجه لا تلفازه والو بوطه صغيره هي تنطلب من خوتي يشوفوا من حالي تي خاصك حل الجدر يا امي انت ماشي غير ربما اليوم مهدي محتاج العمليه ديال النبوله لانه كيبقى يتحسر كل مره وصعيب عليه الحال وخاصه دير السبيطار وخاصو عاوتاني مصاريف فخاصو عمليه ولكن من غير هذا ام مهدي اليوم محتاجه سكن لائق ومهدي حتى هو محتاجه شي مدخول او شي جمعيه تكفل بها لان امراه في وضعيه صعبه جمعيات اللي كيشدوا بيد المراه اللي في وضعيه صعبه هذه مراه في وضعيه صعبه اصلا ما عندهاش كيفاش غدير باش تخرج وتخدم ما عندهاش مع من تخليه وكنشوفوا لاج ديالها كبير اشنو غتخدم اش غتمشي دير تخدم مثلا نقولوا لها خرجي سعاي ولا طلبي حدا الجامع ما يمكنش بزاف الناس غيقولوا دابا حنا كنديروا فيديوهات فيهم سعاية ولكن هذه حقيقة كاينة شريحة من المجتمع كتعاني كاينين ناس عايشين في مترونس على جوج مترو وساكسين وحمد الله مضرورة ولدها مريض وما قادرة دير حتى شي حاجة عاد باش الكرا والماء والضو الماكلة المعيشة شنو تطلبي اليوم من المحسنين؟ نطلب من المحسنين خوتي يتعاونوا معايا على هاد الوليده لو جا الدريري ولو جا الله وهاد الشهر الغفران حيت ما محتاجاش انت غير العمليه ديالو صافي باش نكونوا واضحين واقعيين صراحه محتاجه يتعاونوا معايا ما عنديش دابا شحال ما عنديش الله غالب
عديش باش تجيب تخبيزة ليهم كذب عليك. نطلب من خوتي يتعاونوا معايا الله يسهل عليهم اللي في قلبهم الرحمة تيشوفوا هذا الفيديو هذا. كيف ما سمعتوا مشاهدينا هذا نداء ديال أم مهدي كتطلب منكم أنكم تعاونوا معها. أنا كنطلب منكم في هذا الشهر ديال شعبان في هاد العواشر بزاف الناس كيبغاو يديروا الخير كيبغاو يعطيو الصدقة كيبغاو يأديوا زكاة ربما ديال العام. احنا كنوريوكم كنقربوا لكم نوريوكم لمن تقدروا تعطيوها. هاد السيدة فعلا محتاجة بزاف. راه بيت صغير ما عرفش كيفاش كينعسوا فيه هنا ثلاثة الناس. ما عندهاش أبسط أهم أمور العيش راه ما كاينينش. عاباش المرض ديال مهدي إن شاء الله الله يجعله مغفرة الذنوب هذا العذاب كامل اللي كتعذبي مع مهدي. وسبحان الله مهدي رغم الإعاقة دياله هو مبتسم كيبتسم. صراحة أنا حسيت بواحد الروح زوينة عند مهدي. كيفاش قلت لي مهدي سلام في الأول كي دخلت وكيبتسم هاد الشيء ولينا كنفتقدوا ربما عن حنا مع بعضياتنا. شكرا لكم لانكم شفتوا الفيديو وصلتوا معنا النهايه ديالو. كنتمنى ان الرساله ديال ام مهدي تكون واضحه ومهدي توصل لقلوبكم ويستعطفكم. شكرا لكم. كانت معكم مريم فساحي خلف الكاميرا حمزه بوقنادل. لنا الصوره ولكم التعليق. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.